أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب علينا نصر المسلمين ولو كان ما أصابهم هو من ذنوبهم؟ نعم، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم يساعد أخاه. مثل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، فالمؤمنون إخوة، يسرهم ما يسر إخوانهم ويؤلمهم ما يضر إخوانهم. نعم.